طيران حرب باستهداف مدينة أريحة اليوم بغارة جوية، مما أدى إلى تهدم في المباني السكنية، أدى إلى دمار كبير في المباني السكنية وشهداء وجرحى وعالقين تحت الأنقاض. قمنا لحد الآن بإسعاف ما يقارب 6 جرحى واستخراج 5 شهداء، وما زال العمل مستمر على 12 مفقود. أشوف في صوت؟ استهدف الطيران الحربي السوري ميج 23 مدينة أريحة بغارتين بأكثر من صاروخ، استهدفتا الأحياء المدنية في المدينة ومنازل المدنيين، أدت لسقوط عدد من الشهداء والجرحى. الحصيلة لا تزال غير معلومة حتى الآن. الدفاع المدني، فرق الدفاع المدني لا تزال تبحث عن مصابين وشهداء تحت الأنقاض. أنا هيك هيك.